كان لي شرف اليوم ثاني مرة نحكي مع جلالة الملك محمد السادس، فرحان ياسر، أشكرني، قال لي أحسن هدية في يوم عيد ميلاده، والحمد لله الحمد لله. الشعب تغش قلت كلمة سيدنا، أنا نحترم المقامات، نحترم الملوك، ونحترم الناس اللي قاعدة تسير في بلد كما المغرب، اللي يجي للمغرب يشوف المغرب يقول سيدنا. أنا كنت أتمنى في يوم من الأيام تكون تونس بلد متنظم، بلد فيها تقدم كبير، وتنقول الوزراء كلهم كلهم سيدنا. ياما تونس ترجع كالعادة يوليو كلهم سيدنا. جلالة الملك سيدنا، الشيء اللي عمله في بلاده شيء يوقف المخ، برافو. وشفتوا كيفاش لاهين ببلادهم، شفتوا تيرانات، شفتوا البنية التحتية، والحمد لله الحمد لله. أنا فرحان أني راني في فريق كبير كما الرجاء، وإن شاء الله بقدرة ربي مستقبل كل مدربين التوانسة يكون في خير.